أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور سفينة الحاويات العملاقة إيفري أكمي، أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلتها البحرية على الإطلاق ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا. وأكد الفريق ربيع أن العبور الناجح والمتوالى لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي يثبت بما لا يدع مجالا للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات الكبيرة، حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالميا. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بممثلي شركات مجرية عاملة بقطاعات صناعية متعددة، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة المقامة في العاصمة المجرية بودابست. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أمام منتدى رجال الأعمال المصري المجري الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والأوروبية، خاصة في مجالات تصنيع السيارات والوقود الأخضر. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب في الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2.37% لتصل إلى 84.12 دولارا للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.68% ليسجل مستوى 77.9 دولارات للبرميل. وكذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 33% لتصل إلى 2.9 دولارات للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الولايات المتحدة تزايد نمو الوظائف بشكل كبير في يناير مع استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى البنك المركزي الأمريكي متنفسا في معركته لكبح التضخم. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو يقدر ب 517,000 الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر لتظهر إضافة 260,000 وظيفة وليس 223,000 في القراءة السابقة. ووصل معدل البطالة في يناير إلى 3.4% مقابل 3.5% في ديسمبر. ومن المفترض أن يسمح تقرير الوظائف للمركزية الأمريكية بالحفاظ على وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة وتقليل مخاطر الركود هذا العام. وانتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليك مرة أخرى رجائي وفاطمة. شكرا من